هذا هو الجزء الثالث. فكما قلت سأتأكد من أن هذا الكيبل هنا يدخل في الداخل وليس يطوى أو يثنى بين هذه الشاشة والإطار وهذا الإطار وهذا الإطار في هذه الجهة. فعندما تتأكد بأنه متطابق جدا وأنه سوف يدخل في مكانه ستنزعون هذا البلاستيك الذي يغطي كخطوة أخيرة هذا البلاستيك الذي يغطي الشاشة من الداخل يحفظها من أثار اللمس. الآن نتأكد من أن هذه الشاشة هي متطابقة مع الحافة بشكل جيد قبل أن نقوم بإلصاقها. حاولوا ألا تلصقوها حتى تتأكدوا من أنها في داخل إطارها الصحيح. وهكذا تكون قد لصقت بشكل جيد. شكرا لكم على المشاهدة. آسف أن هذا الفيديو أخذ وقتا طويلا وقسم إلى 3 أجزاء. ما كنت أرغب في تقسيمه إلى 3 أجزاء لكن لسبب من الأسباب كانت تسجيل انقطع بين الفينة والأخرى. فكان معكم الأخ علي. أرجو أن تشتركوا في القناة ليصلكم الجديد. ثم أرجو منكم الإعجاب بالفيديوهات وإذا كانت لديكم أي تعليقات اتركوها في الأسفل. أوكي والسلام عليكم.